طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استصار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي بامتياز. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. البداية مع موضوع اعتقالات في البصرة. البصرة حملات اعتقالات واسعة تطال ناشطين استعدادا للتظاهر مجددا. طبعا مسؤولون محليون وزعماء قبليون في محافظة البصرة قالوا اليوم الأربعاء بأن حملة اعتقالات واسعة طالت ليلة أمس وحتى فجر اليوم الأربعاء ما لا يقل عن 30 ناشطا في التظاهرات وسط استعدادات لاستئناف الاحتجاجات مجددا. جاءت الاعتقالات التي نفذتها قوات السوات ووحدات من الاستخبارات الداخلية للبصرة في مناطق مختلفة من المحافظة، أبرزها الزبير وأبو الخصيب والمعقل وشط العرب، بالتزامن مع تأكيدات لناشطين بأنهم سيتظاهرون من جديد بهدف الضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها. تشهد البصرة منذ مساء الجمعة هدوءا نسبيا كما معروف بعد عمليات حرق وتدمير نفذها محتجون غاضبون. طالت مقرات الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران طبعا والقنصلية الإيرانية كذلك في محافظة البصرة، ومباني حكومية ومنازل مسؤولين محليين وزعامات سياسية مختلفة. طبعا هناك من تحدث بأن من قام بالحرق مدفوعون من قبل الميليشيات ومن جهات سياسية وحزبية. دفعت طبعا على أثرها الحكومة في بغداد بإرسال قوات إضافية إلى المدينة وفرضت حظرا شاملا للتجول. بلغت حصيلة الاحتجاجات التي تفجرت في البصرة منذ 3 أشهر للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل بلغت 28 قتيلا بينهم 3 فتيان وأكثر من 700 جريح. مسؤول أمن في جهاز الشرطة في محافظة البصرة تحدث إلى صحيفة العربي الجديد اليوم الأربعاء بأن قائمة أسماء المطلوبين يشتبه بقيامهم بأعمال عنف خلال التظاهرات صدرت وقوات خاصة تنفذ أوامر الاعتقال. بيّن بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي نبه من أي اعتقالات أو تدخل الفصائل المسلحة في البصرة بعمليات فرض النظام بالمدينة، وأكد بأن الملف كما قال محصور بيد القوات النظامية فقط. من جانبه قال علي جمعة الصليطي وهو أحد وجهاء البصرة كذلك إلى صحيفة العربية الجديد بأن هناك انتقائية في تلك العمليات وعشوائية واضحة، إذ يتم الاعتقال على الشبهة، لافتا إلى أن الاعتقالات بشكل عام استهدفت رموز التظاهرات في كل منطقة لا المتورطين بأعمال الحرق، وحذر من أن عمليات الاعتقال تلك قد تؤجج الوضع في البصرة مجددا، خاصة وأن من بين المعتقلين أبناء قبائل كبيرة في محافظة البصرة. بدوره قال الناشط المدني من البصرة علي سامي بأن الناشطين والمتظاهرين في حي قضاء القرنة جنوبي البصرة كانوا على موعد مع وصول المياه الصالحة للشرب، لكن حتى مساء أمس الثلاثاء لم يصل أي شيء من المياه إلى المنازل. أضاف بأن المطالب لم تتغير حتى الآن ولا تزال
نفس المطالب تتكرر منذ يوليو وتموز الماضي، حيث المطالبة بتوفير المياه الصالحة للاستخدام البشري وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي والإسراع ببناء محطات تحلية للمياه بدل استيراد المياه الجاهزة من معامل خارج المحافظة ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين. شدد سامي على أن التظاهرات ستعود مجدداً حتى تنفيذ المطالب التي لم تحصل منها إلا على الوعود والكلام فقط. طبعاً من جهته قال المسؤول المحلي في قضاء القرنة بالبصرة سلوان الفايز لصحيفة العربية الجديد بأن توجيه خطابات الحكومة الاتحادية في بغداد عن مطالب أهالي البصرة بشأن المياه وتحسين الواقع الصحي أصبح أمراً مستهلكاً، وأوضح بأن المتظاهرين كانوا يعتقدون بأن المواجهة بالنار لمقرات الأحزاب سترعب الدولة لتنفيذ مطالبهم بسرعة، إلا أن الحكومة ما تزال باردة في التعاطي مع الأزمة الإنسانية في المدينة. وأضاف بأن الدعوات الحالية للناشطين من شباب البصرة الذين يسكنون خارج العراق هي باتجاه تدويل قضية البصرة والعمل على إيصالها إلى المنظمات الحقوقية والعالمية الإنسانية من أجل فضح الحكومة القمعية للشعب لا تتوفر لديه المياه الصالحة للشرب منذ 15 عاماً. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع اعتقالات في محافظة البصرة. تستهدف هذه الاعتقالات، هذه الحملة، النشطاء في التظاهرات، و الحملة بدأت منذ يوم أمس بشكل مكثف. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يخليك. الله أخوي، هم يصفون دولة يعني تكميم الأقوى، يعني ما يرجون واحد ينادي حقه. هذول لما قلت لهم راح يدلجونهم جماعة، هم ما صدقوا، راح يدلجون جماعة ويخربطون عليهم الشغل. هو أكبر مثال الباح هذا السفير الخضر هذا الإيراني مسجدي، لما يعني مرض وقعها مرض، شلون يعني سوتوا بالعراق؟ يعني سوي العراق عبد لكم أما عبد لكم؟ الباح يقول إحنا لازم نعاقب اللي حلقوا السفارة القنصلية الإيرانية. شنو أنتم بموقع العراق؟ شنو جيتوا وجبتوا من اجيالكم القدره والحرس الثوري القدر هذا الايران ودكتون البصره شنو قابل جبناء؟ هم يدافعون على حقهم، وكلك كل بعين صلافه وبسفاله يقول لك لازم تعاقبون. وهذا تصريحات ابراهيم البحتري الجحفري القدر كان يقدم بالطرقات يقول احنا لازم نكون ويا ايران المسلمه، هي المسلمه ايران أكبر دولة بالعالم هي إيران وأمريكا، ويدافعون عليها هم دول عبيد لهم. والله عطنا للبصرة عيب عندهم يظلون يسكتون، خافوا بالهم يسكتون، لا تسكتون ترى الله العظيم حواليكم تحضير إذا ما تحضروا لهم وتحدوهم والله يطفوكم. والله بس أنتوا إذا عندوا البصرة صدوق قاتلوهم دول أبو جوب. كم شهيد بالبصرة صار؟ كم جريح؟ يتجهون بحياتكم هذولا والله إذا صار إذا سوى حكومة كل بصرة مبادت. نعم زين، هاي حملة الاعتقالات شلون نشوفها؟ يعني حملة اعتقالات واسعة بحق الناشطين وبحق المتظاهرين من أهالي البصرة، قوات السوات والاستخبارات الداخلية. أخوي عمر، هم هذولا ما قلت لهم يعني بالمظاهرة قلت لهم بحذرتهم قدوم راح يزولكم من لا قدرة، يعني من لا قدرة راح يزولكم وراح يضربون صفوفكم وراح يسوون شغلات مجنة ويقتلون بكم. بس ما عرف يعني ما ينتبهون أهل البصرة معروفين، إذا راح وينهم حتى الغريب اللي يطب للبصر يعرفوه غريب، ما عرفتوهم. ودولة ترى بس يعني بس الحكومة قول العراق انتهى والبصرة أولا. فيا أخواني دافعوا عن دينكم عن 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 شبابكم اللي راحوا، يعني هذول الشهداء راحوا ما لهم قيمة. والله عيب تسكتوني على البصرة، والله أكبر عيب. نعم، أبو حسن من بغداد كان معنا اتصال أبو محمد من الديوانية. تفضل أبو محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ العزيز؟ حياك الله يا هلا بيك.
تحياتي لك وقناة الرافدين هاي الشريفة، صوت الحق صوت العراق. الله يسلمك، أهلا وسهلا بك. طبعا هي ما في سنة الشيعة بعد، انتهت هاي السالفة إن شاء الله. نعم. اليوم عراق واحد إن شاء الله، وجاي نشوفكم أنتم تغطون للمناطق الشيعة أكثر من مناطق سنية. نعم، هذا واجبنا أبو محمد. الله يسلمكم، والله العظيم مو مجاملة، قناتكم كريمة، القناة الفلوجة طبعا. يعني جاي تنقل صوت الحق. نعم. وبالنسبه للبصره، اهل البصره يا فقره ومساكين خطيه، يعني نقول لاهل البصره معقوله بوري مع النفط انبوب يوصل لميان عقبه لاسرائيل ويوصل لتركيا وماي ما يوصلكم حلو؟ يعني شنو هالغباء اللي عند الناس الفقراء هاي؟ يعني انتم شبيكم يابا؟ لا تسكتون، والله مو ضحكوا عليكم من بوري ماي ماي حلو ونحللكم الماي. ثروتكم نفطكم كله يرجع هذا لكم للعراق، ماكم شغله بالسياسيين والاحزاب ولا قيس الخزعلي ولا اي فلان. قوموا داعب حقكم قلهم. نعم. لولا يضحكون عليكم ترى العبادي وهذا العامري اللي خسر له مليار ذاك اليوم بس الغداء مالته بالبصره. مليار منين جابه هذا المليار هذا العامري؟ خارج الاهل الشهداء اللي ماتوا وياه غدرهم. ايش قد غدر ناس هو وياه ماتوا؟ مو يسميهم شهداء وانا ممثل عليهم برعيتهم خلوا لعيالهم يعطيهم، مو يذب له مليار هناك بالبصره غدا. نعم. ونشكركم طبعا ونقول لاهل البصره لا تسكتون عن حقكم، مو تسكتون على امور الماي. بس ما يعطوكم سكتوا، لا قوموا سقطوا الفساد كله، شكوا حزب سقطوه، اطردوهم ذولا من الشياط الساقطين يدعون ان الشعب يحرروا العراق وما ادري شنو. اكو حمله اعتقالات ابو محمد، حمله اعتقالات قويه. اعتقالات حتى بالديوانيه يهددون النشطاء، حتى بالديوانيه. بالديوانيه يهددون الناس النشطاء يجون اليوم يدقون عليهم اوراق ويدقون باب يقولوا له نفتح لك باب ونذبحك، لا تسوي مظاهرات لا تسوي شيء. منو يهددهم؟ الداخليه العصائب وجماعه العصائب. لا لا كتاب ثمان العصائب وجماعه تمون ذله هذا العامري. يهددون الناس بين شلون يقولون دواعش، لا اقلم انت دواعش الشيعه، احنا عندنا دواعش، عندنا دواعش في الديوانيه، مو بس الدواعش هناك بالرمادي وبالفلوجه وبكل مكان، لا عندنا دواعش الشيعه احنا. هم وجماعه سوات وكلهم ذله، كلهم ناس تابعين للاحزاب. يقتلون ولا دم بارد عادي. شكرا جزيلا، شكرا. شكرا ابو محمد من الديوانيه. كان معنا اتصال ابو زينب من النجف، تفضل ابو زينب. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. طبعا سبب بلاء اهل البصره خصوصا ملوحه المي وكذا هو ايران، لان سدت علينا 42 حوض ماء حلو وأزلتها بمياه بزل. زادت ملوحة الماء وكتلة الزرع مالتنا حتى نبقى دائما دولة مستهلكة ودولة سماسرتهم موجودين بالعراق. وحولوا نهر الكرخة ونهر الكارون إلى بيتوب، وهذا يخالف الاتفاق الدولي. دول المنبع يجب أن لا تعمل لا سدود ولا تعمل النهر ولا تسوي أي شيء. الحكومة العراقية حكومة وطنية صحيحة وشريفة ولها من إيران أقطع العلاقات نهائيا مع إيران. وأقطع العلاقات مع تركيا وأقطع بور النفط اللي يروح من كردستان إلى جهان التركي يروح هناك لإسرائيل. وأيضا هي الشغلة مو فقط مي مالح وطين وكذا، لا وظائف. عمي إسكان ماكو. إحنا مو قد مصر، لو قد الهند لو قد الصين وما عندنا سكن. يعني عيب لحد الآن من صفوف صدام ب 2003 إلى اليوم ولا قطعة أرض سكنية وزعوا لأي مواطن. كلها اخذوها سووها لهم عمارات وجامعات اسلاميه ومدارس دينيه ومدارس اهليه وطيحوا حظ البلد. وعلى الشغلان تكون مو فقط بالبصره، ان تستمر بكل المحافظات. وهنا المرجعيه وياهم يقول لك انا مجرب لا مجرب. دمرونا 15 سنه، يعني انتم 15 سنه حتى يدمرونا؟ خلي يسمون اعتصام وحكومة إنقاذ وطني من ناس فعلا وطنيين من داخل العراق، مو حكومة انبرمجتهم أمريكا وجهدتهم في الخارج. احنا نريد اللي هنا اللي بقى واكلهم أكلهم الحصر والرمل بأيام الحصار، مو جايين انه منحم يعيش على مو النفط مقابل الغذاء والدواء. أكثر من نصها تروح لهم. ثانيا إذا تصير مظاهرات وكذا، وصل بيوم الجمعة وصير بعيد عن مراكز القرار مع كيل وثلاثة والحماية، لا بيوم الظلام وقت حمل الظلام وكل ما طلعوا في الشرارية. وشكرا. شكرا ابو زينب من النجف. كان معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. هلا، السلام عليكم مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله.
اسمح لي اولا اترحم على ارواح الشهداء الابطال، الله يرحمكم ويحسن اليكم، وندعو الله عز وجل بالشفاء لاخواتنا الجرحى والافراج لاخواتنا الاسرى، ونحيي اهالينا في جميع المحافظات العراقيه المدنيين الابطال الجدعان اللي رافعين رؤوسنا دايما، رافعين رؤوسنا بصمتكم، ولا راسنا مرفوعه بيكم، ولا مرفوعه بيكم القبائل العربيه ترفع راسها بيكم، اهالينا وحبايبنا واخواتنا ومستمرين معاكم. ما انقطع الاتصال مع مصطفى السيد من مصر، معنا اتصال من واسط ابو حسين، تفضل ابو حسين. ابو حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. يا اهلا بك، يا اهلا بك، اهلا وسهلا. استاذ عمر، بالنسبه للاعتقالات، الاعتقالات ما تجي على الناس البسطاء الفقراء اللي طالعين يطالبون بحقوقهم، لكن بعض الناس مصورين اللي هم يعني يحرضون عن قتل وعن حرق وعن كذا، يعني هي الشغله واقعه. ليش ما احترقت القنصليه الامريكيه؟ ليش رجعوا على السفاره الايرانيه اللي يقولون عليها القنصليه اللي هم مسيطرين على البصره وعلى العراق؟ دائما تقولون ايران هم اللي مسيطرين، يعني ليش هي قنصليتها محترقه؟ اما تقولون الاحزاب هي اللي تحرض على مدعف اوليات وكذا، ما لا احنا ما قلنا ابو حسين، احنا ما قلنا انه طلعوا متظاهرين اهالي البصره تحدثوا. هسه احنا انت قلت اكو ناس مصوريهم، ماشي زين، انت قبل الحرق هذا، قبل الحرق هذا كم واحد انقتل من اهالي البصره على يد القوات الحكوميه؟ واذا انت شفت المقطع، واذا انت شفت المقطع، اذا تسمح لي بثواني، لا اذا تسمح لي، قبل ايام قبل مصير الحرق، تمام، تلقي المتظاهر يسعف الجندي العراقي اللي بالجيش، يسعفه لأن اختنق من الغازات. هاي الغازات من ذبها على الجيش؟ جيش قوات خنقوا من الغاز، المتظاهر يسعفه. هاي هم نحكيها، هم نحكيها، يعني الناس من طلعوا مظاهرات سلمية ماشي. أبو حسين، الناس اللي طلعوا طبعا حرق مؤسسات الدولة هذا أمر مرفوض، بس انت تجي وراء كل هاي الفترة وبعدين في يوم وليلة تنحرق المؤسسات، لا تخلي عليها ألف علامة استفهام، ألف علامة استفهام. زين وين الحماية يعني للقنصلية الإيرانية إذا تسمح لي؟ وين القوات؟ وين وظيفة القوات؟ ليش انسحب من حماية هاي المؤسسات؟ ليش؟ معقولة الجندي يبقى إلى آخر قطرة؟ إذن هذا تقصير منين؟ من المتظاهر لو من القوات الأمنية وبأموال من الحكومة؟ لا هو تقصير، أقول لك إذا أكو تقصير من القوات الأمنية يعني المواطن يفقد صوابه، يعني ماكو خوف إلا ضرب يضربونهم؟ نعم، يعني هل يعقل ثلاث شهور؟ يعني أنا هسه سايق سيارة أبو حسين، أنت تعقلها بدون ما مرور ينظمني؟ هل تعقلها ثلاث شهور الناس وصار لها سنين هي تطالب بالمي ما عندهم مي، وثلاث شهور من صارت المظاهرات بالبصرة، نعم، كل هاي الفترة يطلعون سلمية وانقتلوا من عندهم أكثر من واحد وبعدهم سلمية، وبيوم وليلة تنحرق هاي المقرات؟ أنت تعقلها؟ تعقلها هي جتي على الحالة؟ مظاهرة، اسمح لي، المظاهرة بالدستور عندنا بالعراق تصير مجازة في وقت كذا من مكان كذا إلى مكان كذا، إذا تجاوزوا كل دول العالم يضربونهم خراطيم المياه وغاز مثير للدموع، كل دول العالم يضربهم خراطيم مياه، مو تضربهم رصاص وتقتلهم. ما رصاص، بعض الجنود يبقى صوابع، يعني ناس أكو سرسرية بالجيش، شنو يعني؟ مو شرط أوامر هي. نعم زين، هاي حملة الاعتقالات هي شغلة، يعني اليوم يتحدث، انا اقول له البصره لا تخربون البصره مثل ما الجماعه تصرف الرمادي والموصل على اساسها سلميه وحقوق وكذا، وتالي استغلوها بعض الدواعش وخربوا محافظات. والله الامر بيد الحكومه ابو حسين، بالحقوق حق ما يخالف. ابو حسين، الحكومه لو كانت صادقه، نعم، بتوفير مي والله بايام تنحل القضيه، بايام ما يراد لها، يعني هي بسيطة هي مو علم الذرة، ولا نريد نطير صاروخ للقمر، هو مي موجود عن قله من محافظة إلى محافظة بسيطة. بس الجماعة ما عندهم صدقية بالموضوع، الظاهر الجماعة جايهم أوردر، يعني البصرة ما تطوها مي. أقول لك حبيبي هسه على شغلة في المي، باقي المحافظات متوفر عندهم مي، ولكن هم يطلعون مظاهرات، مو شرط هي شغلة بس المي هي.
مي وخدمات ماكو وظائف ماكو. على كل حال نعم ابو حسين. ابو حسين من الواسط كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال ابو عمر من السليمانية، تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر، قبل كم يوم طلع وائل عبد اللطيف هذا محافظ البصره الاسبق، نعم، قال هذا الحرف الواحد قال المرجعيه سليفه حديثه اشترت مضخات ب 50 مليون دينار، وهسه كهرباء سابقا يوصل 4 متر بالثانيه، هسه رجع الى حالته طبيعيه 7 متر. بعد على وش مثل ما يقول المظاهرات وزايدين وزعلانين وما ادري شنو، هاي المرجعيه تبرعت ب 50 مليون دينار اشترت مضخات، ما سالت المرجعيه ليش هسه تتبرع؟ شنو السبب هسه اللي يخليها تتبرع؟ منين جابت هاي الفلوس؟ انا اللي اعرفه السيستاني كل ما يطلع مره يطلعوه قاعد على دواشد، انا اعرف العالم بالخمسينات وبالستينات عنده طاقم قنفات، هذا ما عنده حتى طاقم قنفات ما عنده، منين جاب 50 مليون دينار؟ 50 مليون دينار؟ هذا مال ابو عمر؟ مال القبور ابو عمر. بس المبلغ 50 مليون دينار؟ اي نعم قسما بالله. يدري ايش قد يعني 50 مليون دولار؟ دينار عفوا. 50 مليون دينار. ايش قد؟ ما بيهن 50 الف دولار، يعني مو ذاك المبلغ. يقول تبرعوا بمضخات جابوها من تركيا. ماشي. يعني تركيا هسه هي هسه تركيا الان دجله نهر دجله. بس هذول دائما يتهمون تركيا ويقولكم من انت من حاج عمران، انت جاي من اخر حدود حاج عمران مع ايران، انت نازل للبصره 42 نهر ومجرى ماي ايران قطعته نهر سيروان هذا العظيم، هذا دوكان بيجيب هذا الدربندخان راح انتهت قطعوه، انت شو تحكون شو تقولون على تركيا؟ ولا تركيا دجله بيوصل، بس دجله بيوصل الى البصره، يوصل للناصرية، بالناصرية اكو مشروع قناة وفاء القائد زين غير 15 سنة ابو عمر، 15 سنة احنا نحكي لانه علينا 15 سنة، غير اكو حكومات متعاقبة، كل حكومة تجي تلزملها اربع سنوات وشوية، تسوي لها سدود، تسوي لها خزانات مي، تسوي لها حل المياه، عندها نهرين العالم كله، اي دولة بالعالم ما عندها نهرين، غير تستثمر هذه الثروة المائية اللي عندها. استاذ عمر جماعة ايش ذاب بيها على عليك يا الله. استاذ عمر اذا تسمح لي بس دقيقة واحدة يخليك الله. نعم. مو هذول السفن حشر يسمع هذول يجوي وياهم هذول 100,000 دجال محمد يجوي وياهم، هذول همهم الوحيد الاول والاخير، يقول لك اهم شيء ثارات الحسين، انت ما تعيش بالجنة اذا ما تاخذ ثار الحسين، خلوهم ضحكوا عليهم وبطحوهم وسووهم مثل ما يقول حشر يسمع الزواج، زين لا ماي لا كهرباء لا قام لا خدمات، زين ادري دخلت ثار الحسين تعطيهم المي والخدمات الى الصدوم، انتم ما اخذتوا حررتوا القارات السبعه، مو شفتوا رايات ورفعتوها، يعني حتى الحسين ما كلف خاطره، صاحب الولايه التكوينيه والمعجزات حتى ما كلف خاطره تغريده بالانترنت يقول يا هذا شكرا يا شيء حتى ما قصرتوا، لا هذا تجاوز، لا 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 ابو عمر لا ارجوك لا 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 حق هذا ما لا لا محمد مش يطلع شيء يحكي، نعم محمد شو يقول انتم لازم تطلعوا مظاهرات ضد ابو بكر وعمر، ما تطلعوا مظاهرات ضد المي، نعم ولك ليش هم الشيعه يكرهون ابو يحبون ابو بكر وعمر، هم بالعكس اكثر حقدا وكراهيه على لا ابو عمر شكرا لك احنا بعيدين عن هذا الخطاب، هذا الرجل اللي طلع قاعد بلندن هذا المعمم وحكي هذا الحكي، هذا يمثل نفسه ويمثل المجموعه اللي ينتمي لها، ما يمثل كل الشيعة. يذكر بان منظمه هيومن رايتس ووتش اكدت في تقرير في تموز الماضي بان القوات الحكوميه استخدمت القوه القاتله والمفرطه الى حد كبير ضد المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بالخدمات والوظائف والماء والكهرباء، ودعت القوات الحكومية إلى تنفيذ القانون وفقا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. في موضوع آخر، البارحة خرج أكاديمي عراقي على أحد القنوات العراقية، تحدث هذا الأكاديمي العراقي مسافر هو وأهل الإيران، أعتقد بالتحديد في مشهد، محافظة مشهد الإيرانية. هذا الأكاديمي تعرض إلى الضرب من قبل إيرانيين، يعني مثل ما يتحدث بالمقطع اللي راح نعرضه بعد شوية، أنه أكثر من 50 إيراني التموا عليه وظلوا يضربون به هو وعائلته، هو وعائلته. راح للمركز اشتكى، قالوا له ما لك شيء يمنا. راح إلى القنصلية، القنصلية العراقية في مشهد، ظل 3 ساعات أو 4 قاعد حتى يقابل القنصل، القنصل ما قابله بحجة أنه عنده اجتماع. بعدين الرجل ترك إيران ورجع للعراق. خلونا نستمع إلى هذا الأكاديمي العراقي. ضربها ما يخالف، وأنا دخلت اللي هو مع أكثر من 40-50 إيراني بدأوا يضربون. هناك أكو بار قريب، سواق تاكسي التموا على يعني على عائلتي وعليه، قاموا يضربون. الناس اللازمين سار الإيرانيين بدأوا هم يعني يغلطون وكذا ويضربون. هذا من هذا الباب أنا حقيقة فكرت إنه هذا هو حقد، يعني حقد دفين وكبير جدا، يعني على العراقيين بشكل، على العرب بشكل عام وعلى العراقيين بشكل خاص حقيقة. وأنا لاحظت يعني في المتنزه في المنطقة السياحية وفي الأسواق وفي حتى داخل الحرم أكو هناك يعني إهانة كبيرة جدا للسواح العراقيين أو للزائرين العراقيين. اللي أريد أوصل له أنا حقيقة إنه أنصح كل عراقي، يعني كل عراقي يريد أن يذهب إلى إيران إنه يفكر قبل أن يذهب، لأنه حقيقة يهان وينتقص من كرامته. وأرجو إنه هاي رسالة أنقلها أنا، كثيرين هم حقيقة يتعرضون إلى إهانة لكنه ما ينشروها، فأنا قلت أنشرها رغم كل التبعات، أنشر وأوصل رسالة للعراقيين إنه ترى أنتم مهانين في هذا البلد. اللي أريد أوصل إنه ثاني يوم كان عطلة، ثالث باليوم الثاني ذهبت إلى القنصلية العراقية، قلت خلاص القنصلية العراقية تأخذ حقي. فأنا من الساعة 10:30 إلى الساعة 2:00 قاعد بالصالة إنه ينتظر إنه ماذا تعمل بعد إنه دونت أفانت يعني الكلام وأنطيتهم إياه. 3 ساعات أنا أنتظر، بعد 3 ساعات كل المراجعين خرجوا، جاء الشخص قال لي من الدكتور، قلت نعم، قال لي خلاص أنت روح وانطينا هذا رقم تليفونك، إذا احتاجناك إنه ممكن نتصل بك، إذا ما احتاجناك فخلاص ما. قلت له يعني شنو الإجراء؟ قال والله خلنا نكتب مطالعة وخلاص. قلت له أنا صار 3 ساعات قاعد انه هنا دا انتظر وتقول لي بعدين انه احنا نكتب مطالعه؟ اخي ارسلني الى مستشفى، شوف الجرح، اخذ اجراء معين، خابر المركز، خابر السفاره اللي موجوده، يعني لازم تاخذ اجراء. انا والعراقيين كثيرين دا يهانون هنا. يقول لي المهم، فطلبت انه انا اقابل القنصل هناك، فاجى السكرتير او كذا قال لي والله عنده اجتماع. ورا 10 دقائق لحيت انه لازم انه انا اقابله حتى افتهم. اجى ولد شاب قال لي انا المعاون مالته القنصل عنده اجتماع وما يقدر يستقبلك. المهم قبلت، قلت له، وكان يقول لي شنو القصه؟ قلت له صار 3 ساعات انتم ما قريت اللي انا كتبته. قال له اشرح لي. شرحت له، قال لي والله احنا ما نقدر نسوي لك شيء، يعني احنا مو بيدينا مو يمنا، يعني مع السلامه. بهالشكل هذا اشر لي باستهانه 3 ساعات وما دبوا علي بالكاميرا. هذا الكلام كله موثق، اذا ترجعون للقنصليه تلقون بالكاميرا من ساعه كذا الى ساعه كذا انا قاعد. ما نقدر نسوي لك شيء، تفضل مع السلامة. هذا رد القنصلية العراقية في إيران. طبعا آخر يعني مع الأسف المؤسسات في العراق اللي شاهدناه خلال 15 سنة أنه آخر شيء تفكر به هذه المؤسسات، إن كان في الداخل وفي الخارج، والمواطن العراقي. آخر شيء هو المواطن العراقي. يعني هذه ليست الحالة الأولى، يعني خلال الفترة القصيرة، خلال أسبوع، مظاهرات في عبادان خرجت وتحدثت يعني ألقاب وسب وشتم على العراقيين، واضحة شاهدناها على مواقع التواصل الاجتماعي، وما سمعنا أي رد من قبل الخارجية بالوزير إبراهيم الجعفري. كذلك قبل فترة تم قتل وسرقة عراقيين كذلك في عبادان، وما سمعنا أي رد من قبل الحكومة. كذلك شاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي عند الإمام الرضا ما يقبل يعطون أكل للعراقيين وطردهم، ويعني سب وشتم وحكي غير لائق هاي من قبل الإيرانيين، وما سمعنا أي حديث. يعني الموضوع مستمر، ليست حالة وحالتين وثلاث، هذا هو عائلته وأكاديمي عراقي ملتمي عليه 50 واحد وضاربينه هو عائلته
لا مركز الشرطة الإيراني من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجارة الشقيقة طلع له حقه أو اعتذروا من عنده، ولا القنصلية قدرت تسوي شيء. ما يقدرون، يقول لك ما نقدر، ما بيدنا شيء، روح تفضل الله وياك. ما يقدرون، هذا واقع حال، ما يقدروا يسوون شيء. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا حضرتك وطهرتك. حياك الله يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. تعقيبا على كلام الأخ الأكاديمي، نعم، يعني ثق بالله العظيم وحق لا إله إلا الله أمام عيني، وأني واقف وموجود وكنت حاضر بيها مجموعة من الزوار الإيرانيين يعتدون على بائع متجول بمدينة الكاظمية بالضرب والإهانة، وبنص مدينة الكاظمية وبنص بلده، ويروح هذا الشخص المفرزة اللي كانت موجودة هاي اللي تفتش الزوار من يدخلون على الإمام، يشتكي عندهم يقولهم هذول اعتدوا علي وضربوني وأهانوني وسط الناس بدون أي سبب، لمجرد معاملة بالسعر يعني. يقولوا له والله احنا ما نقدر نسوي لك شيء لان هذول زوار وما نقدر احنا نحكي وياهم وما نقدر نقولهم اي شيء. لان زوار ايرانيين، لو غيرهم كان غير موضوع. لا لا، لو غيرهم كان صارت كارثه استاذ عمر. وتعقيب اخر على كلام الاخ ابو عمر اللي يقول 50 مليون دينار المرجعيه تبرعت، يا اخي العزيز المرجعيه نايمه على مليارات الدولارات، انت غلطان بالرقم طبعا. المرجعية عندها مليارات الدولارات اللي نايمة عليها اللي ما لها علاقة بالشعب العراقي. وأستاذ عمر يعني هذا اللي كان متوقع من القوات الحكومية والميليشيات من دزة الحكومة، هاي القوات والحشد دخلوا للبصرة في سبيل كله في سبيل قمع التظاهرات واعتقال الناشطين والمتظاهرين، وطبعا وصلتهم قائمة بأسماء الناشطين وبعض المتظاهرين من عملائهم وعملاء إيران. وعلى هذا الأساس بدأت الاعتقالات، وهسه العبادي هو موجود بالبصرة وأكيد سمع باللي ده يصير بالاعتقالات، يعني نسأل شنو رده على هاي الاعتقالات، وهو اللي يقول بأنه راح للبصرة حتى يشرف على حل المشاكل اللي يتعرض لها أهل البصرة. نعم. والحكومة بالأساس أستاذ عمر ما تريد أي شخص يرتفع صوته ويطالب بحقه. نعم. طيب احنا نسأل وين شيوخ العشائر؟ وين المرجعية؟ وين المعممين؟ وين نواب البصرة؟ والله اذا بقى هذا الوضع على ما هو عليه الان استاذ عمر، راح نشوف اكثر اهل البصره يتجهون للحدود وينصبون خيم ويعيشون بيها، وراح تكثر عمليات نزوحهم حتى يحافظون على ارواحهم. يعني المفروض بكل شعب البصره يطلعون ويقومون بثوره، مو بس تظاهره، ثوره، وحتى اللي ما طلع يطلع، والمفروض بكل المحافظات هم الخروج بثوره ضد هاي الزمره المجرمه. يعني يدرون الشعب العراقي، يدرون بأنه قائد عمليات البصرة طلع قبل كم يوم يحذر أهل البصرة بأن أهل الأنبار والفلوجة راح يدخلون للبصرة ويستغلون الوضع لقتل أهل البصرة. زين أبو يعني أبو ناصر، يعني أنت 15 سنة ما موفر لهم مي، 15 سنة ماكو عمل، 15 سنة ماكو خدمات، 15 سنة وضع مزري، الأموال بيد أحزاب وميليشيات وشخصيات، الوضع جدا متفاقم، النفايات منتشره. هاي احنا اذا تحدثنا عن البصره فقط، ماشي، ليس من باب التبرير، مو من باب التبرير، نحن ضد اي عمل تخريبي في البصره او غير البصره. وراء كل هذه السنوات العجاف وبعدين الانسان يطلع بمظاهره سلميه وينكتل ويوصل به الغضب الى انه مثلا، لو افترضنا انه هو دخل وراح وحرق المحافظة أو حرق القنصلية الإيرانية، زين أنت هسه تجي تفرض نفسك كدولة وتجي تعتقله في الليل، ها، بدون لا مذكرة قضائية، وأنت تدعي بالدستور وبالقضاء، هسه جاي أنت تصير دولة براس المظلوم؟ ليش ما أنت كدولة، هم أنت كدولة وكرئيس وزراء وكمحافظ وكمسؤول وفرت لها، هذا واجبك، ليش تخلي الامور توصل الى هذه المرحله؟ يعني هو استاذ عمر، هو هذا المواطن البصري او اي مواطن اخر باي محافظه عراقيه، لو عنده اللي يكفيه واللي مرتاح له من مي وكهرباء وفرص عمل وده يعيش عيشه شويه محترمه، كان طلع بهاي التظاهرات بهذا الحر اللي يقتل. الحكومه ما تريد ان توفر شيء للشعب، لانه اذا وفرت شيء للشعب استاذ عمر ما راح يبقى لها شيء احتمال، وما راح تبوق وما راح تنهب وما راح تختلف هاي الأموال اللي بالمليارات.
يعني زين انسحاب القوات، القوات اللي كانت تضرب وتقتل الناس ومنتشرة حول القنصلية الإيرانية والمحافظة والمباني الحكومية، يعني فص ملح وذاب، اختفوا مثل ما اختفوا بنينوى بالموصل، وين راحوا؟ شلون ينسحبوا لو جاهم أمر انسحبوا؟ بالتأكيد أستاذ عمر جاهم، حتى يقول لك ذولا مخربين، ذولا متظاهرين مخربين، هذه اللي وصوها. هو هم احنا قلناها أستاذ عمر قبل فترة، أنا اتصلت بالقناة المحترمة وقلتها، قلت يعني من استغرب إذا راح يقولون بأنه ألقينا القبض على مجموعة من المناطق الغربية، هم اللي كانوا مندسين وهم اللي يقومون بهاي الأعمال، ويطلعوا لهم كم واحد من سجن الناصرية أو من سجن جرف الصخر أو غيرها وغيرها من ذول المعتقلين، ويقولون هم هذول اللي كانوا مندسين بوسط التظاهرات. يعني حكومة مجرمة أستاذ عمر، أكثر من 3 أشهر وأهل البصرة يظاهرون، أكثر تقريبا 30 شهيد ومئات المصابين، وحرمان من أبسط الحقوق، وناس تستمن بالمي الملوث اللي يصب إيران وترسل هدية لشعب البصرة، والحكومة ساكتة والمرجعية ساكتة ويتفرجون عليهم، ومشغولين بس بتشكيل الكتلة الأسوأ، ومشغولين بتفسير هاي الكتلة الأسوأ. كل دورة انتخابية يطلبون من المحكمة الاتحادية يا بفسرون الكتلة الأسوأ، وتاركين الشعب يعيش بأسوأ حال. المتلونين والزئبقيين مثل مقتدى الصدر اليوم يتحالف ويا العبادي، ووراها بيوم يطلب استقالة العبادي، ويتحالف ويا الفتح ويأيد هذه العامري، وهو يعرف شلون طلع هذه العامري، واعترف بأنهم ما قدموا شيء للشعب العراقي، واعتذر من الشعب العراقي، طبعا اعتذر بعد أن قامت الميليشيات مالته بخطف وقتل آلاف المواطنين. ومقتدى يعرف بأن هذه العامري ولاء الإيران مو للعراق، وهو يدعي بأن هو ضد تدخلات إيران، ومع ذلك يتحالف ويا المجرم هذه العامري لتشكيل الكتلة الأسوأ مو الأكبر. هذه العامري أستاذ عمر يعني يطلع ويصرح ويقول بأنه احنا ضد التدخلات الإيرانية في شؤون العراق، وهو يتلقى كل أوامره من إيران، وكيف يخذ علي قاعد يمه ويضحك عليه، لأن يعرف بأنه هذا كلامه مو صحيح، والكل يضحك على الكل، وكل الحكومة تضحك على الشعب العراقي. هذا محرم جاينا، وعشرة محرم جاي، وراح تبدأ الزيارات أستاذ عمر. المطلوب توجيه هاي الزيارات المليونية للسيدنا الحسين عليه السلام ضد هاي الطغمة الفاسدة، ونكررها ونقولها، هاي فرصة إذا فوتوها راح يستغلون أكثر، وراح يستضعفوكم أكثر، وراح يطمعوكم أكثر، وما راح تحصلون أي شيء من عندهم. هاي الفرصة هسه مواتية لكل الشعب العراقي، خصوصا لأخواننا الشيعة اللي موجودين بالعراق. يعني التظاهرات اللي عفوا الزيارات المليونية اللي تطلع لسيدنا الحسين، خليها تتوجه للمنطقة الخضراء، وتتوجه على المرجعية، وتتوجه على هذول الفاسدين والفاسقين اللي دمروا البلد. وإن شاء الله إن شاء الله يحفظ الشعب العراقي وكل آمين أطيارته. يا رب. آمين. مصطفى السيد من مصر عاود الاتصال معنا، تفضل مصطفى. عليكم السلام. أهلا بك، أهلا بك مصطفى. أهلا بحضرتك. حياك الله. كنا واقفين عند رفعين رؤوسنا، فعلا رفعين رؤوسنا فوق في العالم، ومستمرين، وما عندناش عنصرية ولا تعصية ولا نؤمن ولا نقتنع بها أبدا، لأن نشأتنا عروبة، نشأة عزة، نشأة شرف، ما بنقبلوش الاستعمار، ما بنحبوش العار، ما بنحبوش المهانة، ما بنحبوش التسول، ما بنحبوش اللف والدوران، هدفنا وطن، هدفنا عزة، هدفنا شرف، هدفنا قررنا من داخل وطننا، حكومة شرعية وجيش وطني، جيش وطني المفروض ينحاز لشعبك، ينحاز لشعبك، شعبك أولى من العصابات وأولى من الاستعمار، يا شرطة انحازي، يا جيش انحازي، الشعب خد قراره، الشعب خد قراره خلاص، خلاص تجاوزنا مرحلة العنف والفساد، انتهى في انتشفته يا ثونة. مصطفى السيد من مصر كان معنا. خلونا نقرأ رسالة واتساب، يقول السلام عليكم، أود أن أشكركم على مساعدتكم لشعب البصر المظلوم من قبل الأحزاب اللا إسلامية، سماها اللا إسلامية، الشيء الذي لم تفعله القنوات المحسوبة على العراق، وأرجو منكم النزول إلى أحياء البصرة ونقل المعاناة في المناطق والمنازل، مع شكر الجزيل والتقدير لجميع كوادركم، مع تحياتي لكم مواطن بصري. رسالة أخرى نقرأها، بس ننتظر تنفتح الرسالة، راح الواتساب. نعم، أكو مشكلة في الآيباد. أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي.
السلام عليكم عم عمر. الله وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أقسم على الله بعظمته وعزته وجلاله أن يوفقكم، يفوق كل هذه القناة داعميها ومؤليها ومن محبيها، اللهم يعلي شأنكم، الله يحفظكم ويحفظ عوائلكم. اتصل هذا الأخ الأكاديمي الزبيدي ما قال إلا شيء البسيط، يعني شيء كلش بسيط. أولا العامري من يقول عدم التدخل الأجنبي صح، هو لأنه يعتبر العراق مال إيران وإيران تعتبر العراق مالها، يعني لا شيء. قبل فترة أحد الشيوخ بني أسد جل مشهد وحرقوه وقدوا فلوسه ورجعوا فحم، وقعوا على أساس بني أسد يطلعوا المظاهرات، راحوا أطلقوا فلوس سكتهم. بعد مدة أكبر واحد اسمه رسول الجيزاني هم تعجز هم كتله وخذوا فلوسه وعرقوه، علما أن ما جيب من جيبه، موجود هذا الشيء، أن السفارة العراقية في إيران بما أنه هي إيرانية خبر اسم العراقية قالت على الزوار العراقيين يأخذون الحياة والعظم، وهذا موجود. فدائما وانا يعني مرات كنت اروح لايران وانا ترجلهم وجد اللغه الفارسيه، والمصايب لا تعد ولا تحصى. نعم. يعني احنا نجيب الدولار، احنا نحب ايران على ذات شيء عربي كربلاء. والله ما يعتبرك بشر يا عراقي، يا شيخ اللي تحب ايران ترى ما يعتبرك بشر. والله ما يعتبرك بشر. وباستعلائيه ومثل ما قال تحياتي للاخ من تركيا الأخ العزيز نسيت أبومه، يعني أبو هذا صحيح يشوف كل العالم صحيح. نعم. عم أنا شفت بعيني، عم يعتقلوكم يا عراقيين، ترى إيران لا تفكر شيعي ولا تفكر أنت مسلم. وأنا أشكرك عمي. شكرا أبو علي من كربلاء. خلونا نقرأ رسالة واتساب، يقول السلام عليكم. فيما يخص الاعتقالات فهي دليل دامغ ضد من يحكم البلد بأنه لا وجود للدستور أبدا أو أي شيء اسمه دستور، وفي مجموعة قوانين تكفل حق المواطن، وإنما فيه قوانين وضعت تكفل حق الأحزاب والحاكمين فقط لا غير. وأود أن أسأل هذا العامري حول تصريحه بأنه لا يسمح للأجنبي بالتدخل بشأن العراقي، إذا ما هو دور إيران في الشأن العراقي؟ هل أن العراق تابع لإيران أم أن إيران لا تعتبر دولة أجنبية، أو ماذا نفسر ذلك؟ أبو نور الحسن من بغداد. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لقد بأن ثوار البصرة قد ارتكبوا خطأ عندما جمدوا الانتفاضة بقصد تفويت الفرصة على المخربين، مما أعطى فرصة للمجرمين الأحزاب والميليشيات تنظيم صفوفهم من خلال الاعتقالات والاغتيالات وإجهاض هذه الثورة. المختار من بابل. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي العزيز والله هذا المسلسل الحكومي راح يستمر من الاعتقالات والقتل، إذا ما الشعب يصير إيد وحدة وانتفاضة حقيقية لكل المحافظات. أبو دليم اسمه. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.